فيليبي فولا because I squeezed عصرته كثير سوري 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 مسكة مثل السعق الكهربائية. الفيديو الجزء الثاني تابعنا عشان نتعلم كيف. لايك سبسكرايب اند شير. وصار شعارك ربي رضاك. السلام عليكم. السلام عليكم. قبل ما ابتدي لازم تكون اصابعك قوية، بمعنى شوف انا متمرس في الرياضة، هاي شوف اصابعي، بديت هون بوش اب بلعبها بسهولة مع جامب، بلعبها بسهولة، ممكن العبها على اثنين هوب مع جامب هوب، يعني بسويها هون هاي هوب بسهولة. فكل ما كانت اصابعك قوية كل ما كان ادائك افضل، عندك بيكون تأثير اعلى في المسك، لو كانت ضعيفة حيكون اقل. فإذا كانت أصابعك ضعيفة استخدم العصر بهاي الطريقة، تمام؟ من هون بهاي الطريقة. طيب الآن حنعطيكم احنا الشكلين مكانين في المسك. أول مكان raise your arm، شوف الإيد من هون بهذا الشكل من هاي المنطقة. الآن طبعا أنا حسويها بهذا الشكل، أنت ممكن تعصرها عصر من هون، يعني واحد هوب شوف تمام تشنج مباشرة. ممكن أنا استخدم من هون هوب واحد شوف كيف. طيب ايش الفرق اللي صار؟ الفرق انه لما انا مسكت من هون انا مسكت العضله كامل من جوا شوف ومسكت شوف تشنج. فانا من هون لو اجاني واحد وانا اصابعي قوي مثلا بهذا الشكل مسكت من هون شوف بديتها بهذا الشكل حيتشنج مباشره كمل بروك بتاعك تمام. طيب اذا المسكه من هون لو ممكن لو مسكت من هون كمان بهذا الشكل شوف يعني تحت الابط من هون للخلف شيء بسيط امسك واعصر تمام. العصرة كل ما شديت كل ما تشنج يفقد التحكم بنفسه مش راح يقدر يضرب. بمعنى can you strike me let's strike شوف no. شوف الألم تبعه سوري الألم تبعه بدأ يعني استسلام بس استسلام خلاص تركني عرفت كيف هاي الألم تبعه. طيب ممكن واحد مثلا اجاني بخ مثلا مسكني من هون او بخنق فيه تشوك مي مثلا خنقني بس بدي اوصل رساله سريعه هاي واحد هوب سكت مثلا اوكي. طيب واحد ماسك كتفي بهذا الشكل بس بدي اعطيه واحد هوب شوف سوري سكت واحد بس انا اعطيته رساله تهديد. طبعا هذا الالم بفتح لي المجال اللي بعده مثلا مسكت من هون مثلا واحد هوب اثنين ضربت بكوعي مثلا واحد دخلت هوب بركبتي على بطنه او وانا ملتصق ضربت او تحت توب برجلي على رجله تحت تمام. كل هاي بس من لذعة الالم الاولى تمام. طيب المكان الثاني raise your hands up. المكان الثاني بس ادخل من هون انا شرحته بفيديو من قبل تمام. لو دخلت باصبع واحدة نعم افضل تمام. بهذا الشكل حيكون صعب شوي عليك انك تجيب نحكي العصر المؤثرة جدا بس يعني حتكون كمان جيدة. مثلا من هون مسكت هوب شوف هو متألم سوري 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 هو متألم بس الألم تبعها شوف كيف الثاني this is the second one for weak fingers. هذول مثلا اصبع ضعيف لو انا عملت مثلا هذا الشكل compare between both واحد شوف it's very hard. ها which next one last one اخر واحد هي الألم تبعها سوري. الآن هو مجرد ما مسكت بدأ ينسحب من الألم إلى آخره. أنا مسكت دخلت معه دخلت بالركبة أوكي. فهاي مفيدة كثير خصوصا لو مثلا تشوكني بهذا الشكل مثلا خانقني بمسك واحد جاي بيهدد فيه بهذا الشكل. طيب ممكن مثلا واحد مثلا على سبيل المثال خانقني على try to choke me on the ground مثلا رمالي بهذا الشكل شوف واحد مسكت شوف بسرعة استسلم خلاص ارتمى تمام. لو بخنقني على الأرض نفس الشيء سوري today it's a difficult fire يوم صعب شوي عليه. طيب ففي كثير سيناريوهات لها بس انت راح تعرف كيف تطبقها. طيب المسكة اللي الأولى لو مثلا على سبيل المثال واحد قاعد يضرب شخص أمامي أجيت من خلف شوف turn your face أجيت من خلف شوف مثلا ممكن ادخل هوب وامسك شوف واحد هوب شوف
سوري نايم الألم. سوري أنا ضغطت شوي. طيب تلاقيه من الألم تشنج، بطل عنده يعني قدرة أنه يتحرك إلى آخره. أنت مجرد ما مسكته أجين I will not squeeze، ما راح أعصر. شوف ضغطت واحد أوب ضربت هون، واحد بوب دخلت هون، واحد حطيت رجلي أوب رميته. أوكي في سيناريوهات كثيرة، أنت بس تعلم الإشي الأساس منه، وإن شاء الله شوي مع الوقت راح نعطيكم فيديوهات أخرى كيف تستغل المسكة لأمور أخرى أو تستكمل الحركة كاملة. طبعا أشكركم على المتابعة، أي سؤال أي شيء عندك اترك لي أسفل الفيديو، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يعطيكم ألف عافية. لايك سبسكرايب اند شير. سوري very painful because I squeezed عصرته كثير. سوري